سعيا نحو تعايش سلمي بين مكونات المجتمع الليبي بعد نحو شهرين من اعلان اعتماد تاسيس المفوضيه العليا للمصالحه الوطنيه، ها هو المجلس الرئاسي يكشف اليوم عن اليات تشكيل المفوضيه وكيفيه عملها خلال الفتره القادمه. اليات عمل المفوضيه وفق ما ادلت به الناطقه باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبه في مؤتمر صحفي سيكون بعقد خمسه ملتقيات وطنيه ينظمها ويشرف عليها المجلس الرئاسي بمشاركه البرنامج الانمائي للامم المتحده والبعثه الامميه للدعم في ليبيا اضافه الى الاتحاد الافريقي حيث ستفرز هذه الملتقيات مكونات المفاوضيه وحجر اساسها 31 مايو اول ملتقى هو ملتقى المسار القانوني الذي سيضم خبراء قانونيين وممارسين في مجال المصالحه واكاديميين من كافه مناطق ليبيا وسيضعون يضبطون المفاهيم وملامح عمل المفوضيه الوطنيه العليا للمصالحه ستليه ملتقيات ملتقى يضم القاده المجتمعيين من الشباب والنساء وملتقى للقاده الدينيين كذلك لدينا بين قادة عفوا ملتقى للمجالس البلدية واللجان الاجتماعية وعمداء البلديات وكذلك المجتمع المدني والاكاديميين طريقة تشكيل مفوضية المصالحة الوطنية ستكون افقية من خلال تنظيم الملتقيات بحيث تبدا من القاعدة الشعبية وصولا الى اعلى الهرم على ان يستانس بها المجلس الرئاسي بمعنى أن قيادة المفوضية وهيكلتها وضبط المفاهيم فيها ووضع المنهجية لها لن يكون فقط بالترشيح والتعيين من أعضاء المجلس الرئاسي وهو حق منحه له اتفاء مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي و... تأسيس المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية يأتي بناء على مخرجات ملتقى الحوار السياسي، إذ إل ستعمل الأخيرة على لقاء المواطنين من خلال لجان فنية واستشارية متعددة لمناقشة ومعالجة وضع النازحين والمهجرين، وملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية، وصولاً لمشروع مصالحة متكامل، أسس لقاعدة أساسية يمكن من خلالها ترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحروب، واستعادة الاستقرار في ليبيا.